لازمنا نمتص للضغط نتاع اللاعبين الرجاء، نعرفوا انهم باش يتسندوا على الجماهير نتاعهم، لكن الحمد لله حتى قبلنا هدف مبكر، لكن قعدنا مركزين، قعدنا ماسكين الكره كما يلزم. الهدف اللي جاء في وقت ممتاز قبل نهايه الشوط الاول بشويه، اللي خلانا نرجع اكثر في المقابله ونكونوا مركزين اكثر الشوط الثاني، انه التاهل نتاعنا باش يكون مش يكون سهل، لكن الحمد لله الخبرات نتاعنا عرفنا كيفاش نمتصوا الحماس نتاع لاعبي الرجاء. ان شاء الله الف مبروك للنادي الاهلي وحظ اوفر ان شاء الله للرجاء. نقطه الضعف اللي كانت عند الرجاء اليوم، نقطة ضعف الرجاء اليوم اللي لعبتوا عليها شيء؟ لا، كنا نعرف انه الرجاء باش يحاول انه يطلع للقدام، باش يحاول انه يسجل الاهداف، مش يقتل المقابله نتاعو، اللي خلى فما مساحات في ظهره، عرفنا ان نلعب على النقاط هذيا اللي ونعرفوه قد يعني هو ممتاز في الضربات الثابته هجوميا، لكن دفاعيا مش قوي. الهدف كنا محضرين انه ممكن نسجله على الضربات الثابته، الحمد لله اليوم كورنير عرفنا نسجله منها. ترجي اقصي غتلعبوا مع وفاق سليم الجزائر، خبر حزين وفرح انت بالتاول، لكن اكيد الواحد يتمنى انه يكون ديما فما فرق تونسيه متواجده في المسابقات هذيا. الله غالب هذيك هي الكره، لازم يكون فما متاهل وفما واحد يخسر، هذيك هي الكره. توا احنا نركزوا على المقابله نتاعنا ان شاء الله مع وفاق سليم.